بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. في قول الله عز وجل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يذكر بنو إسرائيل لموسى الذل والهوان والعذاب الذي أصابهم من قبل مجيئه لهم وهو يعلمه عليه السلام، ومن بعد مجيئه كذلك. وهذا في الحقيقة مرض يصيب كثيرا من الأمم التي تهزم أمام عدوها، يقدر الله عز وجل عليها أنواع من البلاء بدلا من أن تنتبه إلى الأوامر الشرعية، وأهمها الأمور الباطنة من الاستعانة بالله عز وجل والصبر والتضرع وتحصيل التقوى وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بصورها المختلفة، التي من أخذ بها هذه الأسباب التي من أخذ بها أعزه الله عز وجل ونصره. وإنما يؤتى الناس من قبل أنفسهم، بدلا من أن ينشغلوا بذلك يصيبهم مرض الشكوى من الظلم الذي وقع لهم دون أن يأخذوا الأسباب التي تؤدي إلى رفعه عنهم. فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى ومن عنده، فمجرد ذكر المأساة التي هم فيها والأذى الذي تعرضوا له وأننا ما زلنا نؤذى من قبل ونؤذى الآن، دون أن يترتب على ذلك أخذ خطوات عملية لإصلاح أنفسهم ليرفع الله عز وجل ما بهم، هو داء يضيع جهود الأمة ووقتها ووقت أبنائها. وكأنهم في هذه الشكوى يقولون لموسى لم تأتنا بجديد، ما زال الأذى مستمرا، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لم تفد دعوتك شيئا. كأنهم يقولون ذلك. وكم من الناس في ظل خطاب المظلومية أنه مظلوم دائما يحاول أن يثبط من همم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الكلمات أن مجيئك لم يغير شيئا، وأن دعوتك التي دعوت بها لم تثمر رفع الأذى عنا.
وهذا في الحقيقة لا يغير من الأمر شيئا، أعني أن وصفهم للأذى الذي أصابهم قبل مجيء موسى وبعد مجيئه وبعد مجيئه، هل هذا الوصف هو الذي يغير؟ دعوة موسى بلا شك هي أصل التغيير، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي أخرجهم الله بها من الاستضعاف إلى التمكين، ومع ذلك كأنهم يقولون لا فائدة، الأذى قبل والأذى بعد، ليس هناك تغيير. هل شكواهم تؤدي إلى التغيير مع إغفالهم أو محاولة تذكير موسى بأن أو محاولة الخطاب مع موسى بأنه دعوته لم تغير شيئا؟ فهو هذه الطريقة لا تغير من الأمر شيئا، فكان جواب موسى صلى الله عليه وآله وسلم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا من أعظم أسباب حصول الصبر والاستعانة بالله، عسى من الله عز وجل واجبة، وهذا تذكير لهم بأن الظلم الذي وقع عليهم مستوجب لهلاك عدوهم من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة يغفل عنها الظالمون والطواغيت كثيرا، بل هم دائما في غفلة عنها، لا ينتبهون أن ظلمهم وعدوانهم وكفرهم وشركهم يستجلب عليهم عقوبة الله عز وجل وإهلاكه لهم، يستجلب نزول نقمته وغضبه سبحانه وتعالى. ذكر موسى صلى الله عليه وسلم قومه بأن الظلم الواقع عليهم يكون سببا في إهلاك الله لعدوهم، لكن استحضروا دائما أن الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر. عسى ربكم، ذكر اسم الربوبية مضافا إلى ضمير المخاطبين، فلا رب لكم سواه، ربكم الذي يصلحكم الذي يدبر أمركم الذي يأمر وينهى وهو السيد الآمر الناهي المطاع الذي يملك كل شيء الذي يملك الضر والنفع والموت والحياة والاستضعاف والتمكين. وهذا يشعر هذه الصيغة الرب مضافة إلى ضمير المخاطبين ربكم عسى ربكم أن الله عز وجل يصلح شأنهم ما لا يصلح غيرهم، يصلح من شأنهم أضعاف ما يصلح أو ما يدبر بالإصلاح أمر غيرهم، والرب هو المصلح لشأن غيره. فإذا أضيف إلى ضمير المخاطبين كان تذكيرا بأن يلجأوا إلى الله لكي يصلح شأنهم، ولا ملجأ لنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدبر أمرنا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، فالأمر من عنده عز وجل، هو بيده أن يهلك هؤلاء الأعداء، ولقد طال المدى في حس الناس وهو عند الله عز وجل قريب، ونحن نعرف القصة الآن وقد انتهت، ولكن بالتأكيد مرت مراحل صعبة على بني إسرائيل، اليوم كأنه سنة من شدة الأذى ومن شدة التعذيب ومن شدة القتل، هذه الأيام العصيبة التي مرت ببني إسرائيل كأنها عليهم سنون، ومع ذلك فالآن كما ذكرنا القصة قد مرت وأصبحت النهاية معروفة، لكن لابد أن نستفيد منها من أن إهلاك الظالمين سنة الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين، وشدة الأذى لعباد الله المؤمنين والمسلمين من أعظم أسباب الهلاك، فإن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، وأذية المسلمين جريمة لا يترك الله عز وجل صاحبها إلا أن يتوب،
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عسى ربكم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، فليس فقط إهلاك العدو ولكن الاستخلاف في الأرض كذلك، ثمرة من ثمرات الاستعانة والصبر والعزم على الشكر إذا نزلت، إذا جاءت النعم، كما يقول هذا تحضيد، يقول ابن كثير هذا تحضيد لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فوجود الأذى من أسباب التمكين، وهي يعني لو صح أن نقول هي معادلة، ذكر الله عز وجل أسباب التمكين في مواطن مختلفة بصيغ مختلفة. إذا قوي العمل الصالح قل الأذى والاستضعاف، وإذا نقص العمل الصالح والإيمان زاد الاستضعاف. وبنو إسرائيل كان عندهم من النقص ما اقتضى شدة الأذى وطوله، ولذا لم يصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف الإيمان في قوله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إنما ذكرهم بوصف الاستضعاف. فالمعادلة في حق بني إسرائيل لو صح أن نسميها كذلك لأجل قلة صبرهم، كما هو واضح من شكواهم لموسى صلى الله عليه وسلم، وكذا من ما جرى منهم من عدم الصبر على طاعة الله وتوحيده والإيمان به، ما أن نجوا حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما أن تركهم موسى حتى اتخذوا العجل من بعده وهم ظالمون، ما أن قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم حتى قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لذلك كان الجزء الأكبر من أسباب التمكين في حقهم هو الأذى الذي أصابهم. سبحان الله، إذا أردنا أن نقلل فترة الاستضعاف وشدة الاستضعاف فلنفعل ما أمرنا الله عز وجل به على ألسنة أنبيائه ورسله، الاستعانة والصبر والعبودية والتقوى، كما قال عز وجل في حق المؤمنين. تأمل الفرق بين الأمتين، بنو إسرائيل وصفوا بالاستضعاف ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أما المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فانظر كيف قال الله فيهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكرهم بالإيمان والعمل الصالح والعبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على ما كان من الجزء الأكبر في حقهم، كان هو عملهم الصالح مع إيمانهم وعبوديتهم لله عز وجل. وقد كان هناك استضعاف وأذى، ولكن كان عملهم سببا لتخفيف الاستضعاف. ولو تأملت ما جرى على بني إسرائيل زمانا وكيفية لوجدت أنه أشد أنواع الاستضعاف وأطوله. فقبل ميلاد موسى إلى أن جاء موسى والبلاء مستمر بطريقة فظيعة. قبل ميلاد موسى يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءه فرعون، إن فرعون علا في الأرض يجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فتخيل أكثر من 40، نحو 40 سنة من الاستضعاف، وبدرجة
لم يرى مثلها في تاريخ الأمم، أن يظلوا على تلك الحال بهذه الضربة بقتل الأولاد صغارا واستحياء النساء والقهر والإذلال والأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لمحنة 13 عاما، ثم كان التمكين، وكانت الحرب بعد ذلك سجالا دولا، مرة لهم ومرة عليهم، وقع لهم ما وقع من الامتحان بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نحو 8 سنين. ثم فتح الله عز وجل عليهم مكة وجزيرة العرب، وامتحنوا مرة أخرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الردة، ثم كان بعد ذلك من فتوح المشارق والمغارب. إذا أردنا أن نقلل فترة الأذى فلنكثر من الاستعانة والصبر والتقوى والعبودية على من يشاء، ويرثها من يشاء من عباده. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فإهلاك الأعداء والاستخلاف في الأرض مبني على هذين الأمرين، على الإيمان والعمل الصالح وتحقيق العبودية والتقوى، والصبر على الأذى. عندما ينقص الإيمان والعمل الصالح والعبودية والتقوى يزداد الأذى، إذا زاد الإيمان والتقوى نقص الأذى بإذن الله، وإن كان لابد من بلاء. قيل للشافعي: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. فالله عز وجل يدبر الأمر بعدله ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى، فينظر كيف تعملون. إذن هذه المداولة بين الاستضعاف والتمكين لاستخراج أنواع العبودية، فينظر كيف تعملون. كيف تعملون إذا مكنتم؟ هل تعبدون الله سبحانه وتعالى بما أمركم به، بالتواضع لعظمته، بالالتزام بشريعته، أم أنكم تسيرون سيرة الجبارين المتكبرين؟ إنها مسألة عظيمة الخطر أن لا نفقه فقه الاستضعاف والتمكين، أن لا ننتبه إلى أن المقصود، إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن نعبده على الحالين. فالذي يجري في الحقيقة هو من أجل استخراج أنواع العبودية من عباد الله المؤمنين، هو لهم وإن كان فيما يبدو عليهم أحيانا، هو لهم لأنهم من أجلهم أضل الله من أضل ليقاوموا هذا الضلال ويدعو إلى الله، ليتعبدوا لله عز وجل بما شرع عند الاستضعاف. وقد تكلمنا من قبل أن عبودية استعينوا بالله واصبروا والثقة بوعد الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وشهود القدر وإقامة العبودية من عباده، كل هذه واجبات هذه المرحلة، والعاقبة للمتقين تحقيق التقوى. هذه الواجبات التي كثير من الناس قد لا ينتبه لها ويراها يعني أمورا ليست هي التي تغير، وربما بالتالي يظن أنه لابد أن يصطدم في صدام غير متكافئ. موسى صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم رغم الأذى أن يجابه عدوهم وأن يصطدموا معه، لأن معناه استئصالهم بالكلية، فليس هذا هو الذي أمر الله به ولا أذن فيه، كما ذكرنا من قبل خلافا لموقفه وهو شاب عندما قتل الذي قتل خطأ في محاولة لدفع أذى جزئي من فرعوني على إسرائيلي، ولكن عد ذلك من عمل الشيطان. لذلك نقول في قوله تعالى: فينظر كيف تعملون، يعني في مرحلة التمكين، وكثير من الناس لا يؤدي حق الله والعمل الواجب عليه في مرحلة الاستضعاف ولا في مرحلة التمكين.
في مرحلة الاستضعاف لا تجد إلا الشكوى من الأذى، وفي مرحلة الاستضعاف تجد الهوان والمتابعة للباطل والعياذ بالله. المتابعة المقصود بها الموافقة على باطل أهل الباطل والمعاونة عليه وال يعني الثناء على من فعل الباطل والظلم والشرك أو الإقرار بذلك نعوذ بالله. وعندما يتمكن يسير سيرة الجبارين، الكبر والعلو كما وصف الله بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سبحان الله، إن فرعون على في الأرض، قال عز وجل إنه كان من المفسدين، العلو والفساد. بنو إسرائيل حصل لهم عندما تمكنوا علوا في الأرض وأفسدوا فسادا كبيرا، فلم يكن حالهم عند التمكين بالذي يحبه الله عز وجل، بل كما ذكرنا أول ما نجوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لفساد العلم، القوة العلمية المبصرة. وكذلك أنهم بالفعل عبدوا العجلة بعد ذلك لجهلهم وضلالهم وغفلتهم ولأجل اعتدائهم وافترائهم، كما قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فالافتراء يؤدي إلى الذل في الحياة الدنيا فضلا عن عقوبة الآخرة، نسأل الله العافية. الاستضعاف والتمكين مراحل يمر بها المؤمنون ليعبدوا الله عز وجل بما يحب في كل مرحلة. إذا مكنوا فعلوا ما وصف الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأعظم المعروف توحيد الله، فأعظم المنكر الشرك بالله. فالدعوة إلى التوحيد وترك الشرك هو العمل الذي يحبه الله، مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع سائر العبادات الخاصة والعامة. فالصلاة أعظم العبادات التي بينك وبين الله، والزكاة أعظم العبادات التي بينك وبين الناس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون، أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع، ونقص من الثمرات. قال مجاهد وهو دون ذلك، يعني درجة أقل إلى نقص الثمرات. قال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة، كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه، أي هذا بسببهم وما جاءوا به، ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي بن أبي طلحة ابن عباس، ألا إنما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله. قال الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ابن جريج عن ابن عباس قال ألا إنما طائرهم عند الله، أي الأمر من قبل الله. الحالة الاقتصادية مرتبطة بأعمال الناس، السعة والضيق، الشدة والرخاء، كثرة الأموال من ثمار وغيرها مرتبط بأحوال الناس الإيمانية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل ذكر ما فعل بآل فرعون لأنه أخذهم بالسنين. ولقد أخذنا، دائما نستحضر فعل الله، الله الذي يهلك، الله الذي يستخلف، الله الذي يعين، الله الذي يدبر الأمر، الله الذي يخرج الثمار، الله الذي يأخذ القوم بسنين القحط ونقص ما بأيديهم من أموال وزروع وثمار. لا بد أن يستحضر أهل الإيمان ذلك. هناك ارتباط بين حصول هذه الأضرار وبين عمل الناس، فلو أنهم آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، لكن إذا أذنبوا وكفروا وردوا دعوة الرسل فالله يأخذهم بالسنين ويأخذهم بأنواع العقوبات لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون أن ما أصابهم إنما كان بسبب ذنوبهم وأعمالهم، لعلهم يتذكرون ويقولوا لماذا لم تخرج النخلة إلا ثمرة واحدة، تمرة واحدة، ليس هذا بأمر معتاد. فلا بد أن يتذكروا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على طبع القلوب، على الطبع، على القلوب. ماذا كان جواب الفراعنة لهذا التضييق الذي حصل في أرزاقهم من عند الله عز وجل؟ إذا جاءتهم الحسنة، إذا حصل نوع من السعة، وهذا دليل على أن الأمر كان يتفاوت وأنه يأتي بالجدب أحيانا وبالخصب أحيانا وسعة الأرزاق. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذا بتخطيطنا، هذا بتدبيرنا، هذا بعلمنا، إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي، والعياذ بالله. هذا يرجع إلى يعني ما بذلناه من جهد. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءموا بموسى ومن معه، يقولون أنتم سبب الشر، أنتم سبب القحط، أنتم سبب البلاء، نسأل الله العافية. مع أن الذي يحدث لهم سبب للتذكرة، أنهم يرون تفاوت الأحوال، يرون مرة يحصل الرخاء، مرة يحصل الجد، وهكذا. فلا بد أن يتذكروا لماذا يحدث هذا. لم ينتبهوا، بل يتطيروا ويتشاءموا بموسى ومن معه، ويقولون أنتم سبب البلاء. ألا إنما طائرهم عند الله، الشر الذي يصيبهم هو من عند الله، من عند أنفسهم تسببا، ومن عند الله خلقا وإيجادا. فلا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، في قصة مؤمن آل ياسين. قالوا طائركم معكم، طائركم معكم الشر الذي أصابكم بسبب عملكم، طائرهم عند الله من الله خلقا وإيجادا، الله الذي أوجده بسبب عملهم. فلا تعارض بين ألا إنما طائرهم عند الله وبين طائرهم طائركم معكم. وذلك أنه من عند الله تقديرا ومن عند أنفسهم تسببا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نفي العلم عن الأكثرية نفي العلم النافع، وليس علم الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون علما ينفعهم، وليس عدم معرفة بآيات الله، بل كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم على يقين من أن هذه آيات الله،
ولكن أبوا أن يقبلوا. فهذا ولكن أكثرهم لا يعلمون هو العلم الناشئ, هو الجهل الناشئ عن الإعراض, الجهل الناشئ عن رد حجج الله عز وجل وآياته, فصار لا يراها حقا. نعوذ بالله من ذلك. الأمر من قبل الله, يعني من عنده عز وجل, هو الذي قدر هذا البلاء ونقص الثمرات وسنين الجدب عليكم, ومع ذلك لم يقبلوا أن يؤمنوا. أقول قولي هذا واستغفر الله.